هاي صبايا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة. طبعا بما انه قاعدين وبما انه انتم كثير بتحبوا هدول الفيديوهات، سو رح نعمل هذا الفيديو انا وياكم. رح نفتح ثلاث بوكسات واصلين من شركة بوكسي شارم. طبعا يلي لسه ما بيعرف هاي الشركة، انا حكيت عنها يمكن مرتين ولا ثلاثة عندي على القناة، رح احط لكم رابط الفيديوهات تحت بصندوق الوصف. بس هاي الشركة انتم خبرتوني عليها وانتم خليتوني اشترك فيها بعد ما وقفت اشتراكي مع شركة سيفورا. هلا يلي حابب يعرف شو واصلني بهدول البوكسات يكمل الفيديو للاخير. بس قبل هيك لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة اللي هو الزر الاحمر تحت الفيديو، اعملوا له لايك اذا حبيتوا، اعملوا له شير كمان اذا حبيتوا، وتابعوني على سناب شات وعلى انستغرام رح يكون تحت بصندوق الوصف وباخر هذا الحكي. يلا خلونا نبلش. طبعا هلا هي الشركه الاشتراك فيها بتوقع 24 دولار او شيء هيك. المهم بيبعتوا لكم من 4 لـ5 منتجات بالحجم او السايز الكبير. هي الشركه كمان بس بامريكا وبتوقع بكندا، ما بعرف اذا بتوصل لدول ثانيه. بس لكل العالم اللي عم تنطرني، انا عن جد عم دور لكم على بوكسات بتوصل لاي دوله بالعالم غير امريكا وكندا. المهم خلينا نفتح اول بوكس نشوف شو جاي فيه. سو اول بوكس واصل فيه شغلات كثير كبيره. شوفوا هيك بيجي شكل البوكس، هيك المنتجات كلياتها فول سايز، وهي الشغله الحلوه فيهم. يعني اول شيء واصل من شركه اسمها سكين اند كو فيس جاماج، لسه ما بعرف شو هاد، او اكسفولييتنج، ممكن هو غسول للبشره. هو غسول للبشره وبيعمل تقشير بنفس الوقت. شوفوا السايز تبعه كتير كتير كبير، سو هذا ممكن يكفي لشهر كامل. هلا القطعه الثانيه هي من دكتور براندد ريتنول اي كريم. هذا طبعا دكتور براندد انا كتير كتير بحب منتجاته، بحسه عن جد منتجات طبيه. وهو هذا الريتنول، الريتنول ان شاء الله فيديو كامل عن هذا الموضوع راح يكون. هو بيكون من فيتامين اي، سو بنحط بكميه كتير قليله لحوالي العين. طبعا كمان سايز كتير كبير، يعني بالعاده كريمات العيون اصلا الفول سايز تبعها بيكون صغير، بس شوفوا هذا السايز كتير كبير، لهيك كتير حبيته وكتير عجبني. طبعا هدول الاشياء كلياتهم انا مالي مجربتهم من قبل، لما اجربهم ان شاء الله راح احكي عليهم اما عندي على الانستغرام او على اليوتيوب اذا كان بحاجه لفيديو على اليوتيوب. هلا من تو فيست باتين هايلايتر، شكله مثل الدايموند. شوفوا هذا بتذكر شايفت له دعايه انا او شيء، شايفين شلون شكله هيك مثل عاملينه مثل علبه الخاتم، وهو اسمه دايموند يعني مثل قطعه الالماس. كثير حلو كثير حبيته، بس لونه ما مبين لونه، يعني حيبين بعد المكياج. سو هاي من تارت، كمان الحجم السايز العادي الكبير. وبعد هيك ماسكارا من شركة جراند دراما. اوكي ماسكارا فيها كاستر اويل اللي هو زيت الخروع، طبعا ما حفتحها لانه في عندي كتير ماسكارات مفتوحين، سو هي هلا ما حفتحها. بعد هيك واصل سليبينج ماسك. انا كتير 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 بحب السليبينج ماسك، كتير بحب احط ماسك على وشي ونام فيه ما يكون بده تغسيل. بحس البشره بتنتعش طول الليل وبضل يعني فيها الفيتامينز والاشياء اللي بتكون موجوده بالماسك. سو هذا من شركه اسمها افانت، طبعا ما بعرفها من قبل، بس كمان يعني السايز تبعه ماشي الحال منيح. سو هيك بنكون خلصنا اول بوكس. شفتوا وصل 1 2 3 4 5 منتجات فول سايز. سو اول بوكس صار دن، وكمان مثل كل الشركات ببعثوا لكم ورقه فيها كل المنتجات وشو اسعارهم، وتشز مستحيل حتاخذوا كل هاي الكميه المنتجات بسعر 24 ولا 25 دولار. ننتقل على البوكس الثاني. سو البوكس الثاني كمان كبير بنفس الشيء نفس الشكل. هنشوف. اوكي هذا البوكس، هدول المنتجات اللي فيه. كتير بحب هاي الشركة لما بيبعتوا لنا ست، يعني شوفوا مثلا بهذا البوكس جاي ست فيه 3 فراشي. سو خليني افتح لكم اياها. شوفوا شكلهم كتير حلو. هاي الفرشاية للفاونديشن كتير كتير حبيتها، شوفوا من فوق. بعدين هي مثل حمرة الخدود بس شوي مايلة بس شوي طراية، يعني بالعادة انا بحبهم اقسى شوي صغيرة. بعدين هاي للكونسيلر او للبودره اللي بنحطها تحت العين. سو هاي الفراشي كتير حبيتهم. المهم اللي بعده من شركه اسمها سيتينج باودر. هاي عندي اياها من قبل، بتذكر واصلتني مره بشركه ابسي نفسها ذاتها، لهيك ما رح افتحها. هي بودره تبع تحت العين اللي نحن بنعمل فيها البيكينج، او ممكن تستخدموها لحتى تثبتوا كل المكياج.
صحيح هي قلم من شركة كات فون دي آيلاينر. نشوفه. أوكي هذا الآيلاينر من شركة كات فون دي. كمان قلم كتير بحبهم هدول الأقلام اللي بتدوروا من تحت لأنه بحسهم هيك بيكون فيهم نسبة جل كتير عالية سو بتنسحب العين سحب. حتى بحبهم كمان كتير لللب يعني الكونتور اللي بيكون تبع الشفايف بحبه كتير يكون من الأقلام اللي بتفتل فتل. من شركة بيور كوركتينج برايمر. برايمر من شركة بيور خلينا نشم ريحته. أهم شيء أهم شيء أنا عم حب انتبه بالبرايمر على الريحة لأنه ريحة البرايمر كتير من البرايمرات ريحتهم بتكون سيئة ما بعرف ليش. هذا ريحته كتير حلوة بس كمان لسه ما جربته. سو هذا هو كمان فول سايز. اللي بعده من شركة QMC Day and Night Eye Cream. كمان هذا كريم لحوالي العين من شركة اسمها QMC. كمان ما بعرف ما سمعنا فيها لهي الشركة. هلا اي حدا مجرب اي شيء من هدول الشغلات اللي انا عم صورهم او عم بحكي عنهم اكتبوا لي تحت بالتعليقات لاني انا عم شوف التعليقات مشان اعرف يعني اخذ فكرة عن المنتجات قبل ما اجربها. سو هيك بيكون البوكس الثاني صار خالص. نروح على البوكس الاخير وهلا يلا نفتح البوكس الاخير. شكله شوي ثقيل خلينا نشوف شو في بقلبه. اوه شوفوا هدول هن المنتجات. سو في 1 2 3 4 5 كمان هذا البوكس فيه 5 منتجات خلينا نشوف شو هن. اول شيء ليبستيك من شركه اسمها ابيل. اوه غريبه كثير هي شكلها كثير غريب شكلها هي الحمراء مدري شلون. اوكي هي هيك شكلها هيك وهي مسكره طبعا ما قمت كل الورقه من عليها بس هي هيك شكلها. افتحوها من هون تسحبوها هيك لفوق منزوعة شوي من على الطرف بس يعني اتس اوكي ماشي الحال. نشوف شو لونها. هذا هو لونها. اوبس شكلها رح تنكسر ما بعرف ليش هيك جاية هي ما بعرف يعني هي اول مرة بيوصلني شيء كون رح تنكسر يعني. المهم كثير حبيتها. كمان هي الشركة مثل الشركات العاديين البقيانين اللي حكيت عليهم اللي هن ابسي وسيفورا لما بتشتركوا فيها بيسألوكم اسئلة انه شو بتحبوا يوصلكم شو الالوان اللي بتحبوها توصلكم بتحبوا يجوا منتجات للبشرة ولا بتحبوا بس للشعر ولا يعني بيسألوكم كل شيء. المهم خلوني اجرب هذا اللون كثير حبيته. كثير حلو كثير حبيته. اللي هو كلينزينج بالم هو مثل غسول للبشرة. اوه شوفوا غسول للبشرة معه هي هي كمان مكتوب عليه انه هو بيمسح المكياج. واو شوفوا شلون شكله شكله كتير هيك يعني هون مفتوحة العلبة شوفوا يعني مرطب مطري للغسول. هلا انا ماني مجربة هيك شيء من قبل فحجربه بتوقع هذا اول شيء حجربه من هدول الاغراض لانه عن جد يعني شغلة انترستينج يعني هي اول مرة بشوفه اصلا. سو هي من شركة اسمها Very Cherry Clean. ريحته كتير كتير قوية. ريحته ريحة كرز كتير كتير قوية. هلا الشغلة اللي بعدها هالمرة جايني كتير شغلات تبع تحت العين كلهم سوا. كمان من مراد. اوه اوكي هلا هاي دكتور براندت اللي وصل قبل شوي كان من دكتور براندت. هلا من شركة مراد موسترايزر للعيون كمان هي هذا هو كمان فول سايز شوفوا كتير كبير. هذا كمان لحوالي العين مرطب ومطري بنحط الصبح والمساء. شوف شكله ريحته حلوة حلوة كتير كتير ريحته. سو هذا هو. هلا قبل آخر قطعة اللي هي من شركة بكا. طبعا من شركة بكا مجربة انا ما كتير مجربة شغلات مجربة الستينج باودر بتوقع وبس. هذا قلم للشفايف كتير حلو كمان لونه كتير كتير حلو. شوفوا اللون بس شوي غامق. سو هذا من قدام وفيك منه كمان من ورا. لا استنوا ما بعرف شو هي من ورا مثل هيك استنوا هي موجودة هي معلقة بالقلم من ورا لحتى تحددوا فيها الشفايف اذا بدكم يعني مثل كأنه محاية بتمسح الاكسترا اذا رسمتوا اكسترا ولا شيء فيكم تمسحوا بهي اللي من ورا. شوفوا شكلها كتير غريب هي اول مرة بيكون عندي قلم من هذا الشكل. المهم اخر قطعة بهذا البوكس من شركة اسمها ليفينج لا من شركة اسمها هانك اند هنري.
ما سمعنا فيها من قبل، بس شكلهم شوي الالوان مجنونه. شكله ايش اوكي اي شادو، بس شوفوا شوفوا الالوان تبعيتها. ما بعرف اذا حستخدم هدول الالوان، انا كثير هاي الفتره حابه هذا اللون، بس هدول الالوان ما بعرف اذا حستخدمهم، كثير غريبين. وكلهم تقريبا شيمري ما عدا ثلاثه او اربع الوان، بس هدول كلياتهم شيمري. شوفوا كثير غريبين. وهيك بكون وصلنا ل وهيك بكون خلص هذا البوكس. طبعا شفتوا كل شيء بقلبه، هدول البوكسات الفاضيه. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. هذا كان كل شيء اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. خبروني شو رايكم بهي الشركه، اي شركه حبيتوها اكثر من الشركات اللي انا بصورهم بالعاده. واذا مجربين اي شيء من هدول المنتجات اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وقبل ما تطلعوا من الفيديو تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه اللي هو زر الاحمر تحت الفيديو، تعملوا له لايك، تعملوا له شير اذا حبيتوا، وتابعوني على سناب شات وعلى الانستغرام رح يكونوا باخر الفيديو وتحت بصندوق الوصف. بحبكم كثير كثير كثير، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.